من تاني دمت ايه؟ 1000 جنيه دمت ايه؟ 1000 جنيه دمت ايه؟ 1000 جنيه عندنا 1000 جنيه وهنعمل بيهم ايه؟ هنعمل ايه يا عمنا؟ هنعمل ايه يا عمنا؟ ابو هريده اما بيحضر يا باشا بعرض ال 1000 جنيه اعرف اللي دايما في دمار شامل يوم الجمعه 9/12 من اخوك ابو هريدي. اتفرج على عرض ال 1000 جنيه من اخوك ابو هريدي طالع لك بيها يا عمنا، جايب لك 5 جواكت يا عمنا، اعمل لايك وفولو واكسبلور، صلى على الرسول عمرك يطول، دايما مستفاد. اول حاجه هنعمل ايه؟ صلى على النبي يا عمنا كده يا باشا، مش هطلع لك باي عرض ب 1000 جنيه. اول حاجه الجاكيت الهارلي يا باشا المبطن قطيفه من جوه المستورد، بيتباع بره لوحده ب 600. اول حاجه في عرضنا جايب لك 5 جواكت يا باشا، ركز معايا في الكلام. تاني حاجه الترنده يا باشا، جاكيت الجينز كوم ميلتون وزولت ميلتون كاتنج يا باشا. تاني حاجه الترنداء عندنا، اعمل لايك وفولو واكسبلور دايما مستفاد. اوعى تنسى عرض يوم الجمعه 9/12 من اخوك ابو هريدي. الجاكيت الاسباني تالت جاكيت عندنا يا عمنا، اتفرج يا باشا. رابع جاكيت عندنا يا باشا الجاكيت الشمام من اخوك ابو هريدي، قلت لك عرض الخمس جواكت موت. خامس حاجه باشا الجاكيت السبورتيف من اخوك ابو هريدي، اتفرج يا عمنا مبطن من جوه، واحد بس في المجال. اعمل لايك وفولو واكسبلور، الجمعه دمار. سلام.